سكراني. اما كانوا يبغون يكملوا. نط عليهم. السلام عليكم وشكرا الجريده 24 هاد الكلمه اللي غادي نوجهوها بزافنا كمواطنين. يعني غنتكلموا على هذا الغلاء اليوم اللي كنتعرضوا ليه من المضاربات ديال السوق في عده سلع. الى تكلمنا اليوم على هذا الغلاء ديال الاغنام فهو راه كنردوه للتقاعس الجهات المعنيه، لان هم هاد الناس اللي كيبيعوا اليوم هذا اضحيه العيد، يعني كيستغلوا عدم تفعيل قانون العمال الغير أجارة، لأن هاد الناس هادو كذلك معنيين بالمساهمة المهنية الموحدة، معنيين بهذا القانون أنهم عندهم واحد التغطية الصحية إجبارية خصهم يخلصوها، خصهم يخلصوا واحد الضرائب، خصهم تكون عندهم نسبة الفائدة، خصهم يحطوا يعطيوك واحد البون اللي هو قانوني، هو كيكتب لك ورقة كيكتب لك فيها 6000 درهم. واش أنت هاد المواطن هذا اللي كتجي كتبيع لي الحولي ب 6000 درهم، وأنت كنجيو كنلقاوك بأنك كتستافد من المنحة ديال الفلاح اللي ما عنده حتى شي حاجه. فهاد الامور هادي راه كنستنكروها حنا بصفتنا كمواطنين، وخص الجهات المعنيه يعني تدارك الامر، لان الا ما تداركاش الامر اليوم كنشوفوا بان هاد الاضحيه ولات كتباع بالنسبه لنا بهاد الاثمان اللي تعتبر خياليه. يعني الا جينا للحسابات غلقوا بان هاد الاضحيه يعني الحاجه الزوينه والمليحه ما تفوتش 5000 درهم، اليوم كتباع ب 8000 و7000 درهم بذريعه غلاء الالف. شكون اللي عطاك الحق باش تتبيع هذاك الحول؟ عندك البطاقه ديال بانك انت كتاجر كتخلص الضوابط القانونيه، عندك هذا النظام ديال العمال الغير اجراء. دابا غادي نجيو وقفوا عليك الجهات المعنيه يسولوك يقولك عطينا البطاقه، ما تكونش عندك، وهنا غادي نلقاوك انت مصرح بانك ما كتملك حتى شي حاجه. يعني الجهات الوصيه هذا الشيء علينا بزيت العود اللي ولينا كناخذوها ب 500 درهم و600 درهم، اليوم كتمشي عند واحد كتاخذ من عنده الديسير كيقول لك 30 درهم، يعني حاط كروسه في الشارع كيبيع لك الديسير ب 30 و20 درهم بصفه ماذا؟ يعني بهذيك الطريقه باش كيعطينا الحق بان هذاك الشخص غيبيع لنا بهذيك القيمه. هاد الناس هادو خصهم اسواق نموذجيه تتفعل في اسرع وقت. هاد الشخص هذا الا بغى يبيع لي الحول خصو واحد السوق كذلك ويكون معترف به هو ككساب، والدوله تحميني وتفعل القانون باش انني انا كمواطن ما نبقاش عرضة لهاد المضاربات اللي كل من هب ودب اليوم كيبيع الحولي. كل من هب ودب اليوم كيبيع الزيت العود. اي منتوج كيف ما كنعرفوه المواطن عنده فيه الربح كيمشي كيتجارى عليه. هاد الامور هادي صافي ما بقيناش بغيناها في الوطن الحبيب، لان هاد الامور هادي يعني اصبحت كتضر بالطبقه المتوسطه والهشه. يعني هاد المواطن هذا اللي كيربح واحد 2000 درهم ولا 3000 درهم، وانت كتجي اليوم لهاد الشعيره باش انك اليوم كتستغلو، حيت هو عنده جوج الاختيارات، يا اما يشريها بديك القيمه اللي انت عارف بان كاين العرض والطلب بحكم ان تعويم الدرهم، التعويم الدرهم هذا خصو تكون عنده ضوابط ديالو، ماشي تجي تعوم لي انا الدرهم وتخليني عرضه للمضاربين. كيمشي واحد كيشري الحواله جمله كيجي كيبيعهم كيولي رابح في الحولي 1500 2000 درهم. باش من حق غيبيع لي هو الحولي؟ شكون اللي عطاه الحق؟ يعني هاد الجهات الوصيه كيما مفعله عليا انا كسيره الاجره كنمشي بتسعيره اللي هي هزيله منذ سنوات. يا والغازوال بشحال كناخذوا اليوم؟ يعني انا كنربح اليوم واحد المبلغ واحد القيمه بسيطه وما قدرتش نزيد في العداد لان الجهات الوصيه واقفه بالقانون. دايره لك مكتب التنقيط، دايره للمواطن فين يقدر يشكيك. وهاد الناس هادو شكون فين هما الضوابط القانونيه؟ فين وزاره الفلاحه؟ فينا هو اللي كيجي كيحل الكراج كيجيب كاميو كيحل الكراج يدخل الحولي 120 140 وما يشوفش فيك؟ علاش؟ لانه عارف بان هاد الاضاحي كاين عندنا في البلاد قليله، ومادام تعويم الدرهم يعني السلعه الا كانت قليله الثمن ديالها غيتحكم فيه التاجر، ولكن تحكم فيه خص تكون عندك ضوابط، كتخلص قانون، كتخلص ضريبه. يعني ماشي كل مواطن عنده شويه ديال الفلوس كيمشي كيجري كيشري الحولي ويجيبو يبيعو لينا بالثمن اللي بغا. فهاد الامور هادي شنا ارا كاينين في الحولي، كاينين في الطاكسي، كتلقى شحال من واحد دابا ما عنده علاقه تيجي حتى هو كيعطي لواحد الفلوس كيكري طاكسي كيكري الشوافريه باش ما بغا، كيخلي هذاك السائق اللي هو مهني وعنده بطاقه وعنده رخصه ثقه وعنده تغطيه اجباريه مفروضه عليه اليوم من وزاره النقل في مشاكل مع المواطن بدون حسيب ورا رعيب هو الشناع. اذا هاد الشناع هادو خص جا حان الوقت باش انهم يوليو باينين عند الجهات المعنيه، وما يبقى حتى شي واحد يزاول شي مهنه بدون بطاقه مهنيه، سواء فلاح، خضار، نجار،
جليجي كما كنعرفوا كاين النظام ديال العمال غير اجراء خصو يطبق علينا جميعا، ماشي شي واحد الفئه نطبقوا عليها. وكصائع سياره الاجره اليوم اللي كيخلصوا مبالغ للدار الضريبه وكيخلصوا لا سينيسيس وكتجمع عليهم ويجي فلاح مديكلاري بانه ما كيملك حتى شي حاجه كيبيع لي انا حوالي ب 120000. اذا هاد الناس الا رقمتوا لهم الاضحيه راه عندكم البيانات ديالهم اليوم. اليوم راه هما اصلا الا بغيتوا تطبقوا عليهم القانون ديال العمال الغير اجراء راه هما داخلين فيه. الا بغيتوا تصيفطوا لهم اليوم الضريبه من عندكم راه ما غاديش شي واحد يقول لا. علاش؟ لانه هو اصلا عطى صرح بمعطيات كما عطيتونا في المعربات الرقميه والسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي بانه ما كيملك والو. واليوم مادام انكم انتم عندكم جميع السبل ومخول لكم القانون انكم تغرموا وكذلك تخلصوا الضرائب لاي شخص بالطريقه لا، يعني هاد الناس هادو راه داخلين في هذا النظام هذا. وكنتمناو ان الميساج ديالنا يكون واضح وبين، والمواطنين ما يبقاوش اي حاجه يمشيو فيها الرباح يمشيو يشريوها باش يبيعوها للناس اخرين. هادشي هاد الامور هادي ما بقيناش بغيناها في المغرب. هي الدور ديالها هي رقم واحد. علاش؟ لان هي الجهه الوصيه علينا جميعا. ملي غتخليني انا عرضه لواحد الشخص لا علاقه له بتكسبت، ما كيخلص ضريبه، ما عنده بطاقه. واش حنا اليوم كمثال كنتكلموا على سياره الاجره. سياره الاجره اليوم عندها ضوابط ديالها، عندها قوانين، مع اننا كنشوفوا ناس عندهم سيارات خاصه كيهزوا الناس بدون قانون بدون حاسب. هذا كيهز 7 دراهم ونص، الاخر كيهز ب 30 درهم. ودائما سياره الاجره كياكل عصا. كنجيو انا كيجي كساب كيقول لي مرجان باغي يدير الثمن ديال المرجان. المرجان الا جينا نتكلموا فيه راه عنده ضوابط قانونيه. انت ككساب ما تقولش لي العلف غالي، ما عندكش الحق تبيع الحولي. الا بغيتي تبيع لي العولي خصك تبيعوا لي بقل من مرجان، لان المواطن كان كيمشي للحاجه الغير قانونيه حيت كيلقاها رخيصه في الثمن. اما ملي وليتي تتبيع الحولي ب 120 و 140 لا، خصك تدخل عندها لدار الضريبه وراه كاين القانون خصو يتفعل عليك، باش اننا الدوله تحميني انا كمستهلك. ما تخلينيش عرضه لبعض الدلائل الوهميه. العلف غالي، العلف غالي، شكون اللي عطاك الحق باش تبيع الحولي؟ غتقول لي الزيت العود ما صاباش، المغرب كله كيبيع الزيت العود. شتا ما صاباش تدخل الحانوت كيبيع الزيت العود، ميكانيكي كيبيع الزيت العود، اللي في الحمام غتدخل للحمام غتلقى حتى هو كيبيع الزيت العود. اذا فين هي شتا ما صاباش؟ راه اليوم حنا ولينا كنعيشوا واحد الوضع كارثي، احتقان كذلك اللي لا يحمد عقباه. ما بغيناش تمشي البلاد لما هو أسوأ. خاص الجهات المعنيه تفعل القانون على الجميع سواسية، سواء كان صائع سيارة الاجره، سواء كان فلاح، كان نجار، كان خضار، كان بائع، يبان في الدوله بانه كيمارس هذه المهنه هذه بالضوابط ديالو بالتسعيره اللي تحمينا حنا جميعا. والله يسر لنا وليكم. الميساج ديالي انا كمواطن ان نظام العمال الغير اجراء انه تسرع به الجهات الوصيه علينا جميعا باش ما يبقاش مواطن يستغل المواطن. راه كنشوفوا اليوم اننا عرضه للمضاربات، للمزايدات، وهاد الامور هذه راه ما بقيناش بغيناها. بغينا الجهات المعنيه هذاك الكساب يبيع وتكون عنده الوثائق ديالو القانونيه باش انه يبيع داك الاضحيه. ما نبقاوش حنا كنا كسابه، حيت اليوم كنعيشوا اليوم كلشي كساب، كلشي كيبيع الزيت، كلشي كيدير اي ضمين بدون قانون. وهذا الشيء هذا كيخلي المواطن اللي هو مستهلك عرضه للتلاعبات وعرضه للغلاء. واليوم الى ما داركات الجهات المعنيه هذا الامر هذا، السنه المقبله غادي ناخذوا الاضحيه ديال العيد ب 10000 درهم و 12000 درهم و 15000 درهم، وحتى واحد ما غادي يبقى يعيد مستقبلا. الله يسر لنا وليكم، وكنتمنى الميساج يكون واصل للجميع. تحيه لك.